السلام عليكم، معكم حمادة القرشي من قناة الراوي ستوريس، وفي قصة جديدة. يعني ماشي قصة جديدة، قصة قديمة جديدة. اللي كيعرفني هادي شحال غادي يعرف هاد القصة على من كنهضر. يعني قصة حزينة جدا، قصة رعب وفي نفس الوقت مؤثرة وحزينة. ولكن الناس اللي عرفتني قديم، هاد القصة سجلتها في 2017، يعني في الدخلة نتاع 2017 كنت سجلت هاد القصة ولحتها في القناة ديالي الأولى ودارت واحد التفاعلات. والصراحة هاد القصة عندي معها ذكريات زوينة وبغيت نبارطاجيها معكم وتعطونا الآراء ديالكم. غادي يكون واحد الاختلاف ديال الصوت طبعا، يعني تقريبا من 2017 لدركا 2019 بزاف الحوايج تبدلوا، من بينهم المؤثرات الصوتية، من بينهم طريقة تسجيل لي ماتيريال باش كنسجل، حتى الصوت ديالي وطريقة السرد. يعني بزاف الحوايج غادي يكونوا مختلفين في هذه القصة، ولكن كما قلت لكم عندي واحد الذكريات زوينة فيها وقلت زعما نبارطاجيها معكم ما فيها باس، يعني نرجعوا الذكريات ديالنا. ولكن قصة زوينة، هي تقريبا قصة طويلة، ما بغيتش نقسمها لكم على زوج، درتها لكم خطرة واحدة فيها ساعة 60 دقيقة بالضبط. المهم هذه القصة خص يكون فيها تركيز كبير. القصة كتتكلم على السحر ديال التثقاف. الله يهدي الناس هادو اللي كيتقفوا البنات ديالهم باش يقولوا انهم غاديش يخرجوا للطريق حتى شي واحد ما يضحك عليهم، ولكن ما ينساوش انه هذاك الانسان اللي تقف ديك المراه ولا الام اللي تقفت البنت ديالها راه تقدر تموت وتخلي البنت ديالها معلقه حياتها كامله. فالله يهدي الجميع، وما نطولش عليكم في المقدمه وسمحوا لي بزاف، ندخلوا الديركت مع الفيديو وفرجه ممتعه ان شاء الله. يلا السلام عليكم. الكثير من الأشياء في طفولتنا كنا كنسمع البعض منها وننساوها، وأوقات نوصفوها أنها تراهات أو شيء عادي يمر وينتهي. لكن لما كبرت عرفت معانيها وفهمت الغلط منها، أو بالأصح كانوا زمان كيقولون أن الليل ساعاته مخيفة وهادئة. وقتها تجاهلت كلامهم بحكم أنني كنشوفهم مبالغين بكلامهم، ودابا عرفت أن الليل عمره ما كان هدوء. أذكر أنني فهمت الحين أن الليل قاتم، سيد يأمر مشاعرنا تضج بمظهر صامت محتال، وكيجبرنا أننا لازم نلازم الخوف أو الدموع أو الصبر، وأوقات كثيرة نتجاهله وكنامه. ولكن بالداخل ديالنا كاين داك الشيء ديال التعصر والألم بالوجع. كلمتي متناقضة، أنا عارف أن الحياة هي أكبر تناقض بالنسبة لنا. بحال كثير من الأوقات كنحاول نتغاضى أو نعترف فيها بأخطائنا ونحارب الجانب السيء فينا، لكن باش نجي ونقتل ونتجالوا حقيقتنا المرة لدرجة أننا كنتعمدوا نسيانها باش ما تكونش عندنا ديك العقدة مع الأيام. لكن أنا العقدة ديالي كانت فتنة جمالي، جمالي اللي عمري ما قدرت أخفيه من الناس. أذكر تفاصيل طفولتي ومن بينها كلام الناس من حولي، سمعتهم كيوصفون الخلقة ديالي حظ، لكن كبرت وفهمت أنه كان مجرد قدر للابتلاء كيظل يلاحقني لحين حتى نندفن بالقبر ونرتاح. وصل عمري المناسب وبانت الصورة لي بوضوح، وفهمت الحقيقة وحددت أن الحظ عبارة احتيالية كيخلق لنا ليها العقل الباطني باش يحسسنا بالقوة وقت الضعف والخوف. أنا غادي نختصر لكم كل كلامي وغادي نتجاهل التفاصيل باش تفهموني أكثر. إحنا بنينا على القدر مكتوب، سواء كان جيد أو سيء غادي يتم ويستمر للنهاية. ممكن الكثير منكم يستصغر كلامي، لكن أنا اعتدت وصار بالنسبة لي منطق ممكن يصير في حقيقتي المرة. ابتدأت القصة ديالي في الموسم الشتاء، كنت كنلقبه بالموسم المستحيل لأنني كثير تمنيت فيه أشياء مستحيلة. تمنيت لو أن رشات المطر كانت معجزة تطهر فيها قلوبنا من الخوف أو حتى الحزن،
وذكرت بيني وبين نفسي لو أن الرياح كانت بقوتها هذه تقدر تصد فيها الشياطين، ولو أن الليل كافي خلينا ننامو فيه بدون تفكير، ياريت لو الشتاء هكذا وما كان بداية لقصتي. ليلة من الليالي في موسم الشتاء كنت في وسط الغرفة ديالي، كان مشط شعري الطويل، كان كيميل الإشقرار الباهت كثيف وناعم يعكس البياض البشرة ديالي ويبرز ملامحي، وأنا كنشوف نفسي في المرايا كنت أتساءل كثيرا، علاش أنتي هكذا؟ وعلاش هذا مكانك ومن بين هاد العائلة؟ علاش؟ من يوم ما كبرت وأنا دايما مستاءة من الغرابة حياتي، أوقات كثيرة كنت كنحاول ندفن نفسي بالغرفة هذه باش ما نشوفش شي حد كيعكر عليا مزاجي أو يجبرني ندخل معاه في نقاش مزعج وتافه. قاطع تفكيري صوت صرير الباب من ارتفعت حدته، عرفت أن شي حد كاين في جنبي، توقعت أنها زوجة أبي، كنتظرها تتكلم لكن ما تكلمتش. بعد ثواني قررت أنني نلتفت، لكن غريب ما كان حتى شي حد. تأملت الباب كان مفتوح، خدا الهواء بدوره كينتشر في كل زاوية في الغرفة لدرجة أنني حسيت بقشعريرة خفيفة بأنحاء جسدي. سؤال لازم تفكيري وقتها، شكون اللي فتح الباب؟ خديت كنفكر، وبعد طول تفكير قلت أكيد من قوة الرياح. نطت من الكرسي واقتربت للباب وقفلته بهدوء. أول ما رجعت خطواتي كتاخذني لمكاني، شد انتباهي انعكاس ظل شخص غريب من وراي. وقتها حسيت ببرودة أطرافي ونبضات قلبي المتسارعة. توسعت عيوني بخوف كبير، حاولت نشوف من وراي لكن ما قدرتش، تصلبت رجلي وما قدرتش نتحرك، واستجاب جسدي للخوف وبدات يدي كترجف بشكل غريب وواضح وما قدرتش نتحرك. من بعد دقائق أشبه بساعات طويلة سمعت شخص كيدق الباب وهو يذكر اسمي. غروب، يا غروب، غروب، يا غروب. وقتها كل شيء اختفى وانتشر بالهواء بحال حتى شي حاجة ما كانت. من بعد وقت فقت من الصدمة ديالي، شهقت وبديت كنلتفت حولي. خطواتي تصارعت لجهة الباب، فتحت وكانت أختي ليال كتشوف فيها وكتقول غروب مالكي ساعة باش تفتحي لي الباب؟ عقدت حواجبي بغرابة وقلت الباب مفتوح. شافت فيا ورفعت حاجبها اليمن باستنكار وقالت لي غروب الباب كان مقفل بالمفتاح، ويدي وجعتني مكترة من الدقان فيه. شنو هادشي اللي شغلك لدرجة انك ما تسمعيش لا خواتي ولا الدقان في الباب؟ بقيت ملازمة في تفكيري وخوفي، وبعد ثواني من سكوتها قالت لي بخوف وشك ما كيطمنش ولا كيبشر بخير، شنو فيك غروب؟ استمريت وانا كنشوف فيها للحظات استوعبت انها كتنتظر مني جواب لسؤالها. بلعت ريقي وانا مترطة وذكرت ولكن انا متأكد انني ما قفلتوش بالمفتاح. بقات كتراقب في الاصابع ديالي يدي المرتجفة وقالت صافي ماشي مشكل، دابا ماما باغياك ضروري، كتقول انها باغية تشوفك. استجبت لكلامها وهزيت راسي بمعنى طيب، اعطتني قفاها وتركتني كنغرق في تفكيري. خديت كنكلم نفسي كالعادة وكنقول انا غادي تكون اخر مرة، وللأسف كل شيء كيثبت لي العكس. دايما كنت ملاحظة ان كل ما يبتدى عمري يتقدم، المجهول يتمرد اكثر وكأنه مستقر معايا وفيا. قفلت الباب وبديت كنتجه للغرفة زوجة أبي، كانت كتراقب خطواتي حتى وصلت ووقفت قدامها. حطيت عيني بعينيها وكأنني كنتظر منها تكلمني. عقدت حواجبها وبدأت تراقب تصرفاتي، قالت لي
بصوت مبحوح ومتعب. قلقت عليك وحبيت نطمئن عليك، فيك شي حاجة بنتي؟ خديت كانت نهد بتعب ورديت عليها، لا ما فيا حتى شي حاجة، خير كنت باغية الناس. كنت في لحظتها شابكة كيف يدي مع بعض، وبدون أي وعي مني بديت كنضغط على أصابعي بقوة. كانت هذه عادتي وقت ما كنحس بقلق أو عدم راحة. أي شخص فينا عنده أسلوب غريب أو لغز كيخبيه وراه، ورا الطبع دايما اللغز كيخبيه من ورا الطبع دياله، دايما كيمارسو سواء في وقت الخوف أو التوتر. وعلى أي حال كنت أنا كنمتلك هاد الصفات الغريبة، أنا بنفسي أجهلها وكنستغربها في بعض الأوقات. ذكرت لي وقالت سمعينا بنتي، غدا إن شاء الله غادي يجيونا ضيوف، خليك جاهزة. واخا بنتي، ابتسمت بضيق ورديت عليها وأنا كنقول واخا إن شاء الله، ولكن وجهت لي سؤالها بنبرة دافية كي يسكنها الحنان مختلف. يا خروب، إلا حسيتي براسك ماشي مرتاحة، راكي ماشي مجبورة تديري هادشي كله. كنت كنشوف فيها بحزن وقلت بتردد كبير لا خالتي، أنا مرتاحة والله يكتب لي فيها الخير. بدأت نسمات الهواء تتلابع بخصل شعري وتفكيري كي لازمني كثير. تركتها من خلفي وأنا كنجر خطواتي الثقيلة بتعب، حتى ما وقفت عند عتبة الباب الغرفة ديالي. واحد الحزن كبير استقر فيا، كنت كنشوف في الغرفة وأنا كنقول بداخلي ما كنت فكر فيك غير القليل، كنذكر عيونك والدفء ديال يديك وهي تمسح على راسي بكل حب. النبرة ديالك قد ما حاول يمتلك التعب كانت كافية أنها ترضيني وتغرس في الأمان. يهمه قبل ما ينزل علي الخبر أن بعدك عني، بعدك فقدني نفسي، فقدت الطريق لراحتي. مضت سنين كتجينا سنين، ودابا أنا كنعاني بالتصادم بالهواء ومصارعة الظل الغريب، بحالي كنعيش تحت سحابة مظلمة كنتظرها تمطر باش تسقيني. لكن مع الأيام فهمت أنها كتنتظرني نموت من العطش وتغرقني. وقتها ينتهي كل شيء وأنا تحت رحمتها، غادي يختفي صوتي وجسدي الهزيل تحتها، ومن تحتها غادي يتلاشى ويصبح عدم. حياتي من بعدك أقل ما يقال عنها وهم. أي وهم، أي حياتي تشابه الوهم بشكل كبير. أنا عارفة أني كل ما فكرت نتزوج راح يحاربني الظلام ويشقيني للأبد، لكن أنا كنحاول. أنا اختاريت أنني نحارب على جال نفسي وعلى جال القدر، أني أقدر أعيش بدون خوف أو كابوس، أو أنني نتنخلع منه في آخر الليل وأنا كنكتم صرخاتي وبكائي. خديت وأنا كنقول بهمس واضح مستحيل أسمح لك تمتلكني، مستحيل أنني نسمح لك أنك تمتلكني. لا أعيش. وشدني بزاوية الغرفة شخص طويل القامة منحني الظهر دياله، كنت قادرة نسمع الأنين والحزن صوته المرعب، بقى كيبكي بقهر كعادته من سنين، لكن أنا تعودت نسمع دايما بكاء الغريب، قدرت نتعايش معه، اقتربت منه رغم أن الخوف اجتاحني. لكن قررت أنني منخافش، قررت لأول مرة أنني نواجه وتارك العقدة ديالي ديال الماضي خلفي، واتجهت للغز لظلم الأيام حوطتني فيه. أول ما جيت من خلفه اختفى وطار في الهواء. انصرحت من اللي شفته، بقيت كنتنفس بصعوبة. أول ما اقترب وصار وجهي مقابل الوجوه انتفض جسمي المهلك، وخديت كنتصارع مع الخوف من جديد، واعتلت صرخاتي بالبيت. ايه رجع كل شيء 111 سنة فاتت، كنت قادرة نشوف زوجة أبي تركض لي، اختفى كل شيء بلحظة وارتضم جسمي الضعيف بالأرض، خذلني النهر وتوسط الظلام بعيوني. أخيرا قدرت نرجع للحياة من جديد
وقدرت نفتح عيني، لكن تفاجأت لما شفت نفسي مربوطة في سرير ويدي وكل ضلع فيا كيوجعني. خديت كنبكي بخوف ورجعت ذاكرتي للأيام تركتني ودابا جايه باش تمتلك حياتي. نفس الغرفة الكئيبة ببرودتها، حتى البدن ديالي كيقشعر منه، حتى ريحة الرطوبة لحين تسكن جدرانها. كانت أصوات الرياح كافية تذكرني بالماضي من جديد. انفتح الباب وأخذ صوت مزعج ينشر صداع حولي. اقتربت خطواته لي. كان أبي قعد بجنبي وقال: غروب بنتي، غروب أبنتي، انتي فقتي، رجعتي، شنو اللي فيك؟ شنو اللي صرالك؟ تكلمي معي يا بنتي، خوفتيني عليك، قولي لي شنو صار. شاف من حوله ومن بعدها قرب من أذن ديالي وهمسلي: بنتي قولي لي شكون اللي دار فيك هكدا. حط الأصابع ديالي يدو على الجرح، كان في الكف ديال يدي. أنا بنفسي كان جهل منين جاني هاد الجروح، كنت كنشوف فيه بخوف، وأنا كنقول بداخلي: باغي نقول، باغي نفضفض، باغي نخرج كل داكشي اللي في قلبي، لكن أنا خايفة ياخدك مني بحال اللي خدا مني أمي، خايفة نحرم أختي العيال منك ونخليها تعيش الوجع والحرمان مثلي. اكتفيت بالصمت. بعد وقت طويل قرر يفك قيودي وتركني وحيدة. كان أخفى أنا والمخاوف ديالي. جرح الفقد له أثر عظيم فينا، يزعزع القوة المشاعرنا ويهلك أرواحنا. بمجرد أنك تفتقد شخص كانت الريحة وعطره مميز والحس كيلازمك مثل روحك، وفي لحظة موجعة كيجي وكيقولوا لك أنه اختفى للأبد. من وقتها قبل ما تجي تودعه لازم تودع نفسك، لأنك غادي تفقد وتفقد طريقك للحياة. غادي تضل تعيش رحلة ضياع وحيد وكتنتظر دورك. يوم جديد وحد الحين ما في حتى شي حاجة مختلفة غير أنني كنعيش بمتاهة الماضي. نط بصعوبة وسندت نفسي على الجدران ومشيت بخطوات متعبة. اتجهت للحمام، كنت كنغسل في وجهي، ومن بعد ما كملت بقيت كنشوف نفسي في المرايا. كان التعب متجسد في ملامحي بشكل كبير وعيني كيغطيها الأرق، وكأنه كيحاول يحتل كل شيء حلو فيا باش يخفي جمالي. خمضت عيوني وبقيت كنقول أن كل شيء كيختفي، وفترة كتمر وكتصير من الماضي. وأول ما فتحتها لمحته المرايا وكيشوف فيا وهو مبتسم. توسعت عيني وانفتح فمي بالخوف. حسيت شيء ضغط على صدري، بقيت كنكح بقوة، وجاني شعور أنني باغي نستفرغ. من بعد خشيت أصابع ديالي في فمي وأنا كنحاول نطلع شيء واقف بحلقي. كنت كنحس أن نفسي غادي تنقطع. سحبت الشعر وتكاثر الكتلة الشعر، بقيت كنستفرغ الشعر مع خليط من الأظافر. إلا بهاد اللحظة قعدت كنشاهق بخوف وتعب، وعروق رقبتي كانت بارزة وواضحة أنني تنخنقت. نفتح الباب بقوة وكان أبي خداك يقرب مني بخوف وكيتحسس الوجه ديالي، وهو كيقول: بسم الله عليك يا بنتي، بسم الله عليك. فتح الماء وبدك يغسل في وجهي وهو كيذكر الله. أرفعني وداني للسرير ديالي وشاف فيا وفهم أن كل شيء قاعد كيعيد نفسه من جديد. عيني كانت كتشبه الجمر وأنفاسي حاولت نلتقطها بصعوبة. فشرت بالبكاء غصب عني ماشي بخاطري. ترميت بحضن أبي، كنت كنتكلم ونتكلم، ما كنتش عاقل شنو كنت كنقول، لكن أيقنت أنني كنت أشكي له وكنوصف له الحجم الوجع اللي فيه. كانت الزوجة ديال أبي كتشوف فيها بحزن واضح، وأبي اكتفى أنه يشد عليه ويردد بحزن: يبكي يا بنتي، يبكي وارتاحي وبكي وما تخليش داك الشي بخاطرك. فعلا بكيت وتعب البكاء مني. اخترت أنني ننام في حضن أبي وخد العجز فيا يشتد. نمت وتمنيت أنني ما نصحاش، تمنيت لو أنها كانت آخر نومة لي في حياتي ونرتاح. حسيت بيد أبي على راسي وصوت البكاء ديالو اللي قاعد يخفيه مني باش ما يحسسنيش بضعفه قدامي. كان الوقت متأخر،
لكن أبي ما نامش، أكيد ما يقدرش لأنه قاعد كيشوف بنته تفقد عقلها قدامه. كل ما زاد أنينه أنا كنغمض عيني بقوة. يا الله، أنا كنشوف أبي مقهور لأول مرة، كنفهم أنه ما قادرش يساعدني أو يمد يده يخفف الحمل اللي عليا. سمعته كيهمس بحزن. الله يسامحك، الله يسامحك يا خدير. توسعت عيوني بالصدمة، قلت بداخلي أمي علاش؟ شنو دارت؟ قررت نتحرك ونبين له أنني فايقة. فتحت عيني وكنشوف فيه. علاش ما نعستش؟ بصوت مخنوق وتعبان ذكر لي، واللي يشوف القمر هذا يقدر ينعس؟ توسعت ابتسامتي وقلت ولكن. قاطعني وقال والله أنا ربي رزقني بأجمل بنت. قاطعت كلامه وسألته بابا أمي كتشبهني؟ تلاشت الابتسامة ورفع حاجبه اللي صار وكانت الملامح ديالو حزينة وهمس ليا. ابتسامتك، حواجبك الكثيفة والكثير من حركاتك وردتيها من غدير، شي وقات كديري شي تصرفات عفوية قدامي كياخذني الذكريات مع أمك. أمك كانت طيبة، طيبة جدا لدرجة أن الكثير من الناس قدروا يخلوها تضيع، والله أعلم من ضيعت معها. فات اللحظة ملامحي احتدت وقعت كنشوف أبي بحيرة. قلت بصوت واضح ضاعت؟ وش كل ضيعت معها؟ تمتم بكلام غريب قدر يصرف الموضوع هو يقول صافي انتي يا نامي وانا غادي نمشي شوية ونجيك. قرب مني وطبع بوسة على راسي. مشى وتركني بالحيرة ديالي. قدرت بقوة اني ننام وصحيت تاني يوم على صوت ليال وهي تقول لي غروب نوضي بغيت نقول لك شي حاجة غادي تفرحك. فتحت عين واحدة بتعب وقلت ماشي وقتك يا ليال، راني ما تيقت حتى نعست، خليني الله يخليك. ابتسمت وقالت يلا بطل هاد العكس، نوضي وحيدي عليك هاد العكس اللي فيك. فعلا عدلت نفسي وقعدت كنشوف فيها تقول لي الشيء اللي كيستحق انني نقوم من نومي. قالت لي من بعد ما ابتسمت كتعقل على سعاد بنت جارنا احمد اللي خوها تميم. صحصحت اول ما ذكرت هات البنت وقلت لها بخوف عقل عليهم، علاش صرت لهم شي حاجة؟ وقالت وهي كتهديني لا يا بنت الحلال ما صرا فيهم حتى شي حاجة، غير امي كتقول اليوم غادي نمشيو لعندهم، شنو رايك تجي معانا تغيري جو وتخرجي من هاد السجن اللي انتي حابسه فيه روحك؟ خلي على الاقل ديري لي خاطري، خلي على الاقل جمالك يتحرر والناس تشوفه يا غروب. بعد تفكير قررت انني نرفض، لكن قاطعتني وقالت الله يخليك ما تقوليش لا عافاك. قلت لها بحيطه ما كنبغيش العناد، قلت لك لا يعني لا. وكالعاده عرفت أنني مستحيل نتراجع عن القرار ديالي، فضلت أنها تتركني على خاطري. توجهت للباب وقفلته من بعد ما خرجت. ضليت كنفكر بتميم، ارتسمت لي ابتسامة البسيطة وقلت وأنا كنهمس تميم كان الشخص الوحيد اللي شاركني ذكريات طفولتي. استمرت صداقتنا لسنين حتى بدأ كل شيء كيتغير والأحداث، أنا اللي اخترت أنني ننهي كل شيء بيناتنا. رغم حبي الكبير له كنت أحمل له مشاعر غريبة ومتناقضة، وجات الأيام حسيت أن بيني وبينه حاجز كبير كيمنعني نستمر معاه أو نقترب منه ولو حتى غير شوية. ودابا ما نسيتش المجهول لما كان كيهددني فيه، أنا وقتها أجبرني أني نقعليه حتى مشى وخلاني في هاد القرية هنا وحيدة. تميم مشى المدينة يكمل الدراسة دياله بعد ما كسرت له قلبه وهززت كرامته لحد انفجر وانطق لي بقهر انا كنبغيك والله الحب اللي كل ما فيك كيسكن في داخلي، كنبغيك كل حاجه فيك كتسكن في داخلي. انت بالدم ديالي كتجري يا غروب، ما تطلبيش مني نمشي، قولي شي حاجه وخليني نبقى، ما تكسرينيش. كان في خاطري نحكي ونقول له كل شيء لكن ما قدرتش، فعلا خليته يمشي
وفعلا تركته في مكانه بدون أي كلمة. من وقتها فهم أنه ما يعني لي شيء وأنه يتنساني. ترك كل شيء ودفن ذكرياتنا بالقرية ودعيت له بقوة وقناعة أنه ربي يخليه ينسى. حسيت بحرارة كتلامس خدي، عرفت أنني بكيت. بقيت كنت نهدو بعد تواني، كنت كنسمع أختي والزوجة ديال أبي في الغرفة اللي في جنبي وكانوا كيتكلمون، ومن الواضح أنهم كيتناقشوا. وحبيت أنني نمشي ونقعد معهم. دخلت مبتسمة عليهم وأنا كنقول السلام عليكم. شافت فيا خالتي وقالت وعليكم السلام، كيفك اليوم؟ إن شاء الله تكوني بخير. قلت لها بنبرة هادئة بخير. شافت في بنتها كأنه كتطلب منها تخرج من الغرفة، وفعلا فهمت العيال طلب أمها ومشات. جلست أنا بدوري وكنت كنتظر الزوجة ديال أبي تتكلم. أشرت لي بيديها بمعنى قربي لي. قربت لها وجلست قبالها وقالت لي غروب، لحد الآن تميم مصر أنه ياخدك، لكن للأسف الوقت اللي جاو فيها أنت كنت مريضة، فإحنا أجلنا الموضوع. الناس كلات وجوهنا، كيحسبوا أن فيك العيب وأنت بسم الله عليك من العيب، ولكن حتى من باباك خاصك تعرفي أنه ولا يتضايق من كلامهم والقرف ديالهم. وأنا بنتي ما كنرضاش نسمحهم يغلطون عليك وكنسكت. أنت جميلة وما يصدق حتى شي حد، والناس بدات كتشك لأنه كاينة في بنت بجمالك، ولحد الآن جلسة في بيت أبوها وما كتطلعش حتى منه وملهاش حتى حس. لو أنني ما كنتش كنعرف تميم والله ما كنت غادي نقول لك هذا الكلام، لكن أنا مرتاحة ليه، هو ولد ناس ومحترم والأهم مثقف. التفت من حولي وبقيت كنفكر بحالي، أو بالأصح سمعت الأب ديالي بين الرجال. كنت عارفة أنه ما غاديش يقابلني باش ما يخلينيش نحس بالمسؤولية. قررت لحظتها وقربت وهمست لها أنا موافقة خالتي وياريت بسرعة يتم كل شيء. كنت متوترة وكنرجف بلحت ريقي بصعوبة. إيه خفت يرجع من جديد أو يكون سمعنا. الزوجة ديال الأب ديالي استغربت وبقات كتراقب التصرفات ديالي وقالت فيك شي حاجة بنتي؟ غروب فيك شي حاجة؟ وجاوبتها لا ما كاين حتى شي حاجة خالتي، أنا نخليك نمشي لبيتي. بقيت كنجري الغرفة ديالي وقفلتها بخوف، وأنا كنرجف وكنت كنقول بيني وبين نفسي شنو اللي غادي يصرى دابا وكيفاش غادي يهددني هاد المرة. مرت 3 أيام وما كان لي حتى أي وجود ولا أي ردة فعل. كان اختفائه كافي ينشر الخوف فيا. وفعلا تزوجت، ايه نعم تزوجت تميم. كان زواجنا جدا عادي. حاول الأب ديالي يقنعني أنه يدير حفل كبير ويعرض أهل القرية كلها، وتحججت بالمرض ديالي اللي فيا وأنني لا يمكن أنني نقدر نتحمل الضغوط والزحمة. وما اكتفيتش بشروطي، اضطريت أنني نرفض المواجهة تميم إلا بعد إثبات العقد والزواج. وقتها كنت مجبرة أنني ندير كل هاد الشيء ونعطي فرصة للمجهول. ممكن يخليني نتراجع عن كل شيء، لكن حتى لدابا ما كاين حتى ردة فعل. فعلا جات ليلة الرابعة وكانت هادئة. كنت قادرة أرصد انتشار الغيوم بالسماء، كانت كثيفة عن المعتاد. اعتقدت أنها ليلة ممطرة. شفت القمر الباهت ولونه الغريب، لكن النجوم قليلة وكأنها لونها تلاشى بالظلام وتدفن بأحضان الغيوم. صوت المعازف المنتشرة بكل مكان والضجيج بأذني بشكل مزعج. كنت قدام المرايا كان ناظر بنفسي بالفستان الأبيض، كان كافي بجماله يرسم خصري واتزان جسمي الرشيق شعري الناعم على كتفي. كنت بكامل زينتي متعطرة وملامحي كتبين على الغرور اللي فيها، رغم أنني العكس على هكذا بكثير. خديت الكحول وبقيت كنكحل في عيوني. كنت كنحاول نتجاهل التوتر والخوف اللي فيا حتى حسيت بنبضات قلبي المتسارعة. بقيت كنراقب زاوية المنزل بدقة ورعب. وفعلا وداوني لزوجي وتم الزواج. انتهت الليلة على خير، لكن حد الآن ذلك الشعور ملازم مشاعري. حاولت أنني نتناساه لكن مستحيل. ثقوا فيا، صعب أنك تتجاهل شعور الأذى والعدم الأمان، شعور بالإحساس بالتهديد وتكون متأكد وعارف أنه في شخص مجهول مؤدي مصر يدمرك وينهي كل شيء. انتهت المراسم الزواج وخداني تميم
للمنزل. حسيت بالإعجاب تميم فيا، وأكبر إثبات أنه يستغل الفرصة باش يقدر يسرق النظرة اللي كانت بعيون كتلمع وبحت صوته وكيحكي كفاية تحسسني بالأمان وتلامس جانب الحب والراحة اللي فيها. قرب مني وبقى كيقول: تعقل الوعد ديالي لك؟ بقى عقل الوعد ديالي لك؟ يوم قلت لك غادي تكوني الزوجة ديالي والأم ديال ولادي، شفتي؟ شفتي يا غروب، كل هاد السنين ما فقدتش الأمل فيك وما تركتش فرصة للخيبة تحتضني، بالعكس مشيت ودرست وضليت طول السنين هادي كنبني وكنبني. علاش هلك انتي يا غروب؟ انتي باش نكون زوجك الوفي، حتى اني معمرني ما نسيت داك النهار اللي قلتي لي فيه انك باغي تزوجين من شخص له هيبة ومثقف، وفعلا انا درت كل هاد الشيء اللي كتبغيه باش ترضي عليا. وهنا انتهت ساعات الفرح وتلاشت للأبد أول ما لمحت ظل بزاوية الغرفة. أخذ يكبر ويكبر حتى حسيت بالظلام كان كافي يحجب النور على الغرفة. عقدت حواجبي من بعد ما القشعريرة انتشرت في البدن ديالي، عرفت وأيقنت أنه احتضني، لكن توسعت عيوني أول ما همس بهمسة دافية عند أذني قدرت أميزها. كان يذكر ويقول: وعود وعود محبوس محبوس. صرخات استوقفتني اللحظات، حطيت يدي على أذني وصرت أصرخ بكل صوتي: تركني، انت ما كاينش، انت مجرد خيال، خليني. تميم، تميم قرب مني وكان كيقول: غروب غروب غروب، حل عينك غروب، مالكي غروب غروب. شفت فيه بلحظات لكن اختفى صوته من بعد ما احتدت أصواتهم المزعجة وكلامهم الغريب. قدر الخوف يتجسدني ويتحكم بأفعالي، والله أن الجنون لحظتها كانت كافية أنها تتنافس مع أصواتهم العالية بعنفها وقوتها. حسيت بعروق رقبتي البارزة ووجهي كان حار بالكامل. أقسم لكم بالله أنني كنت كنحس وقتها بسخونة تتداخل من مصار وتحرق كل عظامي. اختفى صوتي أول ما حسيت بالألم في ظهري بحل شيء غرس مخالبه داخلي باش يجبرني أنني نسكت. بقيت كنبكي من الألم ودموعي وضحت الحجم الضعف اللي فيها. جثيت بطقلي على الأرض وانفتح فمي، كان دم كينتاشر على الفستان الأبيض. إيه، كنت هات المرة كنستفرغ دم بكمية هائلة، وتميم يبكي ويصرخ لكن ما كنسمعوش. والله ما كنت كنسمع غير صوتهم في ودنية، وباش تفهموني كنت كنحسهم عايشين في راسي. أخيرا كل شيء اختفى، كل شيء اختفى من بعد ما فقدت الوعي وغبت عن الواقع. الحيرة تستهويك تخوض تجربة جديدة، والثقة العمياء خذلانها أثقل على أوتار الشعور. صدمات الحياة أجبرتني أجد بضعف وأقرر أن أبحث عن بصيص من الأمل يثبت لي أن غروب عمرها ما خانت شرفها، وعشان أقدر أنهي الطريق اللي لحد الآن ما انتهاش. بقيت كندور وكلم كل لحظات غروب والماضي ديالها، لعلي وعسى نسيت شيء ممكن يكون حل لأيامها المرة، لكن لحد الآن الغموض كيحتويني ويغمس تفكيري فيه. أكيد مستغربين مني، أنا تميم زوج غروب، شخص له مكان محترم في المجتمع. احترت كثير قبل لا أكتب لكم قصتي، وبعد تفكير عميق قررت أنني ما نكتمش أوجاع غروب الحزينة في كتابها الصغير هذا. أنا دابا كنوصف لكم المعاناة العظيمة اللي ما توقعت أني نعيشها في يوم وليلة. كانت معاناتي النفسية غير جسدية أبدا، ماشي عادي تسمع في ليلة زواجك أن الإنسان اللي مرتبط فيها تمتلك سر مجهول في أعماقها، وكثير صعب إذا كنت واثق أن شريك حياتك ماشي من هذا النوع. خلونا نستعيد الماضي ونرجع من الوراء ليوم زواجي أنا وغروب. كنت كنحاول نسرق النظر كل ما جاتني الفرصة لجمالها. أخيرا غروب قدامي، ملكي وحلالي. قربت لها وذكرت بحماس: تعقل على وعدي ليك،
يوم قلت لك غادي تكوني الزوجة ديالي وأم ولادي. شفتي؟ شفتي يا غروب؟ كل هاد السنين ما فقدتش الأمل فيك وما تركتش الفرصة للخيبة تحتضني، بالعكس مشيت ودرست وضليت طول هاد السنين كان بني ولبني على جالك انتي، على جال نكون الزوج الوفي. حتى أنني ما نسيتش داك اليوم اللي قلتي لي فيه أنك باغي تزوجين من شخص له هيبة ومثقف. فعلا أنا درت كل هاد الشيء اللي باغياته باش نرضيك وترضي عليا، لكن ما استمراتش الفرحة ديالي بزاف. بعد ما توسعت عيون غروب لزاوية الغرفة وانفتح فمها بالصدمة، جهلت السبب ديالها، عقدت حواجبها وظلت التواني ساكتة بدون أي حركة. لكن فجأة تغيرت غروب لشخص تاني قدامي، أبقات كتحط يديها على ودنيها وكتصرخ بشكل فظيع: تروك تروك انت مو موجود، انت خيال. حاولت نقاوم خوفها، حاولت اني نهدئها، لكن غروب دفعتني بعيد عنها وبقات كتصارخ بشكل اقوى. عروقها برزت وعيونها تشمرت قدامي، كانت يديها اليمين كتشنز الاطراف ديالها، لكن غروب همها شيء تاني، ابقات كتحوم حول نفسها وتذكر كلام مخربط لشخص مجهول. جثت غروب على الأرض وكتمت أنفاسها فجأة وكأن أحد طعنها، كانت كتتألم قدامي وأنا ما بيدي الشيء نديرو لها. حاولت لكن محاولتي فشلت، انتشر الدم على فستانها الأبيض وكان كيصدر نزيف من فمها وأنفها، وبقيت كنبكي من خوف عليها. خديتها في حضني من بعد ما ارتمرتخ جسمها على الأرض وكأنها جثة، ذكرت وقلت لها: غرور كتسمعين؟ الله يخليك قولي أي حاجة. غرور الله يخليك. بعد محاولات مني تركتهم، جيت ندور على المفاتيح السيارة وأنا كنحاول نركز فين حطيتهم. ضربت يدي على الجدار مرارا وتكرارا، الخوف خديت كانت نهت بتعب حتى شفته قدامي. مسكت غروبه وهزيته ومشيت للسيارة ديالي وحطيتها من وراي، وبقيت كنسوق بأسرع ما أملك للمدينة. ما كانش كتبعد عن القرية ديالنا شي مسافة بعيدة، ولكن مسألة وقت. لكن حالة غروب كانت كفيلة أنها تجبرني أنني نتهور باش نوصل للمستشفى. الكل اللي كنت باغيه أنها تعيش وترجع لي. سؤالي جر وراه سؤال تاني، والنتيجة كانت حيرة لا أكثر. للحياة رأي آخر، كانت دايما بالنسبة لنا الأهم وبالنسبة لها إحنا مجرد عابرين. أخيرا وصلت وبقيت كنصرخ بأعلى صوت: زوجتي زوجتي. جو الممرضين وحطوا غروب في السرير المتحرك قدامي، كنت كنركض وهم معي كيسألوا فيا: حادث؟ ذكرت له: لا والله ما حادث، كل شي صار فجأة. بديت حسس النبض وقال بصوت عالي: النبض المريضة بطيء، كنعتقد أن الأكسجين انقطع، ما غاديش يوصل للدماغ حاليا، احتمال نفقدوها. خدوها من قدامي وتركوني كنعاني في الممر الأبيض يتجسدوا البرود. الكل كان كيشوف فيا، كنت لابس ديك البدلة ديال العريس. رميت نفسي على الأرض وبقيت حاضن كفوفي مع بعض مثل ما كانت غروب كدير. انتظرت كثيرا لكن ما في أي جواب، تمنيت نسمع خبر مريح وقتها، لكن للأسف صار العكس. شفت الدكتور متجه لي، نط على رجلي وقلت: ايه يا دكتور شنو اللي صار؟ وقال لي بحزن: الحمد لله الجنين بخير، لكن المريضة للأسف دخلت في غيبوبة، حالتها حاليا مستقرة، ما عليك غير بالدعاء، وإلا كان ربي كاتب لها أنها تفيق غادي تفيق. احنا درنا اللي علينا والكمال على الله، قدر الله ما شاء فعل. جنين؟ انت على من كتتكلم؟ اش من جنين كتتكلم عليه؟ ورد علي بهدوء: الزوجة ديالك حاملة سيدي. بقيت كنراقب في الدكتور، أنفاسي تزايدت، كنت كنحاول نستنشق الهواء بهدوء، لكن انتهى كل شيء بعد ما هجمت عليه وبقيت كنخنق فيه وكنقول: انت كذاب ونصاب، مستحيل 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 غرور دير هاد الشي تخوني. تلموا الناس من حولنا وبقاو كيحاولوا يفكوا الدكتور من يدي حتى استسلمت وطحت على الأرض منهزم وحطيت يدي على راسي وأنا كنهمس.
لا يا غرور، ما كنظنش انك غادي تكسريني هكذا. ماشي انت اللي غادي ديري هكذا يا غروب. وشفت من حولي، لكن كل العيون الناس كانت كتراقبني بحيره. خليت كل شيء ومشيت كنسال فين غرفه غروب. عرفت انها بالدور الثاني. طلعت وشفتها، كانت نايمه، ملامحها البارده وكانها ميته. صوت الأجهزة منتشر في كل أرجاء الغرفة. قربت لهم، مسكت يديها، عقدت حواجبي بخوف لما شفت علامات واضحة على يديها كلها جروح، وفهمت أن غروب حاولت أكثر من مرة تنتحر. لكن الآثار هذه قديمة. حطيت راسي على يديها وبقيت كنبكي. شي حاجة في داخل ديالي رافض فكرة خيانتها لي. مستحيل تحط عينيها بعيني لو أنها فعلا باعتني واشترت غيري. أرفعت راسي وقربت لوجهها، لكن شدني جرح كبير برقبة غروب. توسعت عيوني بعد ما انتبهت أنها ثلاث خطوط، وكأن أحد غرس أظافره برقبتها حتى نزف الدم وبقى الأثر ديالها. بقيت كندقق فيها وكنشوف الجسم ديالها، وفكرت وقتها لو أنني نكشف على الجسم ديالها ونشوف إذا فعلا كان في آثار ثانية من غير هذه. بلعت ريقي بتوتر، كنت حشمان أنني ندير هذا الشيء من غير رضاها وبدون علمها، لكن أنا مجبور نشوف بنفسي. يمكن حد جبرها أو أنه اعتدى عليها بغضب. لعلها مظلومة يا تميم. وفعلا بقيت كنفك الأزرار وكنكشف عن الجسم ديالها. حتى اقتربت من البطن ديالها شهقت بخوفه وبقيت كنرجف. شفت الوجه ديال غروب ودموعي تضرف وهمست. شنو اللي صار يا غروب؟ شنو اللي حصل؟ شنو اللي صار في هاد السنين كلها اللي فاتت؟ كانت التشققات السوداء البارزة بأطراف البطن ديالها وآثار التعذيب كتفسر كل شيء. لفت النظر ديالي جرح فوق سرتها، كان سطحي لكن منظره أثبت لي أن غروب عانت كثيرا في البيت ديال أبوها، والسبب لحد الآن مجهول. جلست في الكرسي بالزاوية الغرفة، كنت كنفكر شنو لازم ندير ومن وين غادي نبدأ. ندور، وبنص تفكيري غفات عيني ونمت. كنت في مكان يوصف بالجحيم. كل شيء كان كيحترق من حولي وقدامي، شيء مغطي بشرشف أبيض. كنت قادر نميز الحرارة ديال الهواء من كان كينتشر على جسمي العرق ويسيل من جنبي. كان منهد حيلي ومتعبني وما مخلينيش نتحرك، وفي نفس الوقت كان حاول أنني نتحرك للشيء الغريب ونشوف بنفسي، لكن ما استسلمت. حاولت ولازلت أحاول نوصل. كان خياري الأخير واضح لما سحبت جسمي الثقيل حتى وصلت. وأول ما كشفت شرشف ظهر وجه غروب. ميزته بصعوبة بسبب هذيك الكدمات المنتشرة بوجهها والدم اللي كان مغطي على وجهها وشعرها. تنخلعت ونطت من نومي خايف. قمت من مكاني وتصارعت خطواتي لسرير غروب. خديت كانت نهت براحة من بعد ما شفتها نايمة مثل أمس وخصلات شعرها تغطي شوي على وجهها الملائكي. كنت مبتسم وكأن الكلام اللي كان بالأمس ما أثر على حبي اتجاهها. إيه، كان بغيك يا غروب، كان بغيك من قبل ما تهدم. وهاد اللحظات تهزني وهزم كبريائي. قطعتني الممرضة بعد ما تقدمت لي وقالت لي: اسمح لي يا سيدي، أنا غادي نركب الممرضة مغدي. ابتسمت لها وذكرت: خذي راحتك، خذي كل راحتك. نطت من مكاني واتجهت لبرا الغرفة. مسكت جوال ديالي وتفكرت أني لازم نمشي لبيت غروب ونقول الأهل ديالها على اللي صار. رجعت للغرفة، هزيت المفتاح السيارة بعد ما قلت للممرضة أنني احتمال أنني نطول. تركت المستشفى واتجهت للقرية. كان كل شيء من حولي كئيب، والشوارع مزدحمة وصوت الرادي المزعج، وحتى الشمس مبقاش كتحسسني بالأمان. فهمت أنني كنحس بالخيبة. وفعلا وصلت للقرية وبقيت كنراقب البيت أهل غروب من بعيد. فكرت كثير وكثير منين غادي نبدأ نحكي لهم داكشي اللي صار. بلعت ريقي وبقيت كنتنهد بتوتر.
خرجت من السيارة وقفت عند عتبة البيت ودقيت 3 مرات. سمعت همس هادئ يقول شكون؟ رديت عليها تميم تميم. فتحت الباب وبقيت كنخفض البصر ديالي وانا كنقول عمي موجود؟ اه كاين تفضل انا غادي لغالك ليه. تجاهلت كلامها وذكرت ليال الله يخليك نادي على عمي انا كنتظرو برا. ردت علي بصوت منخفض واخا. تركتني في مكاني واتجهت لداخل البيت. رجعت انا للسيارة ديالي وضليت كنتظر. من بعد قاطع التفكير ديالي دقت الباب على النافذة. تنخلعت وانا كنشوف من حولي وكان عمي. خرجت مسرع لبرا وقلت غروب عمي غروب. ارتفع الصوت وقال شنو مالها مالها غروب؟ غروب المستشفى عمي. كانت الملامح ديالو كتغير وكأنه ما استوعبش اللي قلته. مستشفى؟ ما خلانيش اني نرد عليه الا وطاح على الارض مغشيا عليه. بقيت كنشوف فيه بخوف. كنت محتار شنو اللي غادي ندير. قربت له وهزيته للبيت وانا كنقول عطوني شي عطر ولا شي حاجه بسرعه. وفعلا جاتني خاله غروب ومعها العطر وبديت كنبخ في المنديل ونحطه على نيفه حتى استعاد الوعي ديالو وكان كيقول بدون ما يحس غدير الله يسامحك يا غدير. نطقت وقلت لخاله غروب معليش يا خالتي ممكن تجيب لنا كاس ديال الماء؟ قالت بالاجاب واختفت من الغرفه. قربت لعمي وجلست قدامه وقلت غدير شنو دارت غدير يا عمي؟ الله يخليك ارحمني وقول لي داكشي اللي صار وقول لي داكشي اللي مخبيين علينا. كانت عيون ديال عمي كتمليها الدموع. فهمت من وقتها ان غروب ما هياش بخير ابدا واللي كيصير معها دابا اعظم من الخيانه والشرف. بديت كنبكي بحرقه. قاطعتني يد خالد غروب على كتفي وهي كتطبطب علي وتقول ولدي تميم شنو اللي صرى الغروب؟ مسحت دموعي وقلت فين هي غرفتها؟ ديوني الغرفة ديالها ضروري. ليالي من بعيد قالت انا نوصلك الغرفة تفضل. وقفت ومشيت من وراها. كان البيت كئيب وبارد. حتى لو وصلت للغرفة ديال غروب دخلت وشفت اثاثها كان كل شيء مرتب. لفت انتباهي مرايتها كانت مكسورة نصها والنصف الثاني عبارة عن جزء بطير يدور انعكاس لوجه ديالك بصعوبة. اتنهدت وشفت في ليالي وقلت لا تقدري تخليني بوحدي؟ كانت عيونها كتراقب في يدي المرتجفة. ردت علي بتردد واخا. فعلا مشات وخلاتني اول ما سمعت الباب كيتنقفل. بديت كندور في كل مكان عن طرف الخيط يوصلني الجواب. فتحت الادراج بتوتر وانا كنرمي كل شيء على الارض على امل بسيط يبرأ حب طفولتي أخيرا. أخيرا شفت كتاب أسود صغير فتحته وكانت مذكرات غروب. سندت نفسي على الدولاب وخديت نفس عميق. كنت خايف من الحقيقة لكن أنا مجبور أثق في هذا الكتاب. هو الشيء الوحيد اللي يثبت لي شنو اللي صار في الماضي. تمالكت نفسي وفتحته. كانت البداية ديالو كتقول فيه مانيش بخير. كنحس كل شيء من حولي عبارة عن وهم. مبقيتش قادرة نفهم شكون انا ومنين نكون وعلاش اختاروني وعلاش روحي كتحمل كل هاد الوجع. كنحس النار كتحرق كل شيء حلو بداخلي. من وراء هذا الكتاب كيشوفوا ان الشخص مهزوز ومنهار ومكسور. ابقيت كنقرا المعاناة ديالها من صغرها لاخر نفس تنفساتو معايا وبحضني. توسعت عيوني بعد ما فهمت من الحكي ديالها الغامض انها كانت تتعامل مع الجن. وذكرت ان لما ابوها كان يذكر امها بالانكسار مسكت الكتاب قوة وبديت كنكسر كل شيء في الغرفة. علاش تشي حد مساعدها؟ علاش حاولوا يخفيه كل شيء فيها في هذا المنزل اللعين؟ علاش توجهت بخطوات غاضبة وسريعة لأبوها. فتحت الباب بغضب وصوتي كان عالي. كنت كنوجه أكثر من سؤال لعمي علاش درت هاد الشي لبنتك؟ علاش وشنو اللي صرف طول هاد السنين؟ وشكون اللي من ورا هاد الشي كله يا عمي؟ قول
ما تخليش المسكينة تفارق الحياة بدون ما تاخد الجواب وتفسير لكل هادشي اللي عاشته في هاد المكان الضيق. تكلم وقول ما تعتقدش في يوم اني نسيت طفولتنا. كانت كل يوم ليل تأنمل الألم لدرجة انها ترجف حتى يغمى عليها. دابا المواقف ديالها محفورة بذاكرتي. اليوم سحبتها لهذيك الغرفة باش حتى شي واحد ما يسمع صوتها ويقول انها فقدت عقلها وياخدها منك. حبك لبنتك ضيعها وخلاها تعيش كل ايامها تتساءل. ودابا كلي شنو هاد السر اللي كنت مخبيه كل هاد السنين؟ قول انا كنسمع. تكلم. كانت النظرات اختها وخالتها لي متعجبة ومصدومة وعيونهم علي وعليه. لاحظت من دموع العيال كتغطي وجهها والنظرات ديالها لابوها. فهمت انها تنتظر منه الجواب. لفت انتباهي شيء على زاوية الغرفة. كانت دمية ملفوفة بأكثر من خيط والإبر تغطيها. عقدت حواجبي وقربت لعمي وأنا كنذكر له. عمي شنو هادشي؟ بالعريق وبالتعب وقال هادي ولدي بنتي غروب. أمها اللي هداتها ليها في طفولتها. غروب كانت تحب هاد الدمية بشكل جنوني ومن الوفاة أمها اختارت أنها تحتفظ بهاد الدمية. ودابا ولات من ضمن أثاث هاد البيت لأن غروب هي اللي قررت هاد الشيء وما حبيتش نكسر بخاطرها. خديتها وركضت للسيارة. تجاهلت نداء خالة غروب وبكاء ليال. كنت في هاد اللحظة في دهو من اللي كيصير من حولي. توجهت للمسجد القرية وصرت كنادي على الشيخ. ظهر لي في آخر الممر وقال بصوت مجهور تفضل يا تميمة ولدي تفضل. جيت وقفت لعنده وكنت كنتنفس بصعوبة. حط يده على راسي وقال بسم الله عليك يا ولدي. استريح وتمالك نفسك. شنو اللي صاير يا ولدي؟ احسى كل شيء خير. قاطعته وقلت ما كان حتى شي خير يا شيخنا. حطيت الدميه قدامه وقلت شنو هذا يا شيخنا؟ تقدر تشرح لي شنو هذا الشيء؟ واول ملمحه ارتسمت الصدمه على الملامح ديال وجهه. كنت قادر المح توسع العيون ديالو بذهول. اذكر لي وقال هذا ولدي سحر. وشنو اللي جابو عندك؟ ارتخت يدي ورديت عليه. يعني مثل ما توقعت يا شيخنا. لازم نقعد في شي مكان ونشرح لك كل شيء. فعلا توجهت انا وهو لبرا المسجد وبديت كنحكي ليه المعاناة. كنحكي معاه عن كل شيء اللي حصل وقال بحزن مسكين كل هات السنين تعذبت بسبب جهل امه. همست بحزن وقلت ولكن شنو السبب اللي يخلي الام تهلك بنتها بهذا الشكل؟ ابتسم بسخرية وقال قبل سنين يا ولدي انتشرت ظاهرة في قريتنا. كانت فيها مجموعة من العصابات كتنقل من قرية لقرية وكتاخذ البنات الجميلات بالذات ويغتصبوهم. وقتها الخوف كينتشر في اعماق الاهالي وبالذات الامهات لان في وقتها حريم كثير تطلقوا وعانوا من رجالهم. وصلت فيهم القساوة لما تجيهم البنت يحسوا بالعار ويعتبرونها مصيبة حلت عليهم. المعزل أن القصة مرت عليها سنين طويلة لكن الجهل ماشي في هاد القرية. الجهل تجسد في أعماقهم وأصبح جزء منهم وكيشوفون العدل بالرجال. والبنت فعل سيء بالعائلة. مشات سنين وأنا كنحاول نوعيهم ودابا حسيت بالخذلان بعد ما سمعت قصة غروب. باختصار وقت المحادثة هاتك أمها يا تميم قررت أنها تربط بنتها بالجن ولا شي نهار شي حد جا وبغيت يتعدى عليها هما اللي غادي يحميوها. ومن شروط هذا السحر مستحيل تتزوج إلا بفك وتفكيك هاد الخيوط كلها. هالنوع من السحر ولدي يسمونه بالرباط. يعني الزوجة ديالك دابا مربوطة بعالم الجن. لكن عندك حل. ولكن اسمحني مزيان غادي تخاطر فيه اذا عشقها الجان. الزوجة ديالك تميم غادي تاخد اخر نفس لها بعد وقت بسيط من فكك من هاد الخيوط. من بعد وقت بسيط الى فكيت هاد الخيوط غادي تغادر هاد العالم وتمشي لعند ربها. شنو رايك في هاد الشي؟ نزل عليا هاد الخبر مثل الصاعقة. مر شريط ذكرياتي معاه. تذكرت لابتسامة غروب وصوتها. تذكرت كيف وعدتها انني غادي نحميها ونبغيها للأبد. يعني دابا غادي يختفي الصوت ديالها. طيب واخا ويديها
والملامح دياولها والوجه ديالها. غادي كلشي يمشي، كلشي يمشي للقبر. صبري وصبري يا رب. كل هاد السنين حلمت كل عمري انني نقضيه معاه، دعيت ليك بزاف انها تكون حلالي. يا رب علاش هاد المصيبة قاعد نعيشها دابا؟ ندعي على مين؟ على امه ولا على ابوها؟ اللوم مين بدل نفسي؟ اللوم مين من غير نفسي؟ خديت تنهيدة عميقة، ومن بعد تفكير شفت في الشيخ وقلت انا غادي نمشي للمستشفى وغادي ناخذ الاهل ديالها، والوقت اللي غادي نودعوها فيها غادي نتصل بيك وانت فك الخيوط. لغروب غادي تغادر هاد الحياة ظلم بحقها وحق نفسي، غادي نتركها، غادي نخليها تمشي بعيد عني. خرجت بعد موافقة الشيخ، كان كيواسيني لكن ما كانش حتى شي حاجة ممكن انها تتركني نرتاح. دابا اصعب شعور واجهته هو فراقها. ثقي فيا، انا ما ضحيتش فيك، انا باغيك غير ترتاحي ونسلمك لربك. عارف انني غادي نخسر نفسي ونخسر الحياة من بعدك، انا بسبب حبي لك اختاريت الوداع ديالك، اخترتك تعيشين في سبيل اني اموت لاجلك. خديت اهل غروب واتجهت للمدينة، كنت هادئ، حسيت بالظلام من حولي يغطي المدينة، والشوارع كانت خالية وكأن هذا العالم يتلاشى بالنسبة لي. أشوف نفسي بين الممرات الضياع اليائس، وكل ما نجي نقرب المستشفى بالعجز أكثر. فهمت وقتها أن اليوم ليلة وداع، اخترنا السكوت كلنا. قدرت أرصد أنفاسهم المتسارعة وأنين ليال ودعاء خالة غروب، لكن أبوها كان ساكت طوال الطريق، عيونه دبلانة واليدين ديالو كترتعش، كان نادم يائس من رحمة هاد الحياة مثلي. فعلا وصلت للمستشفى، كنت خايف نقرب لغرفتها، تمنيت لحظتها لو أفقد الوعي للأبد. تحسرت على وقتي اللي ضاع في دراستي، ياريت لو قدرت نقضي نفس عمري معك، ياريت لو الدنيا تعطيني فرصة معك. بديت نتكلم معهم وقررت أن كل شخص فينا يدخل بوحده ويتكلم مع غروب شوي، وفعلا قدرت أشوف من مكان شفاف حبيبتي. كانت مستوحة مثل الملاك، شعرها مفرود على كتفيها وملامحها هادئة بدون أي أمل للحياة. البياض يغطي الجدران الغرفة وصوت الأجهزة تكسر حاجز الهدوء، كل شخص فيهم أخذ يحكي معها على أمل أن تصحى غروب وتواسيهم. قفزت من مكاني بعد ما سمعت العيال تقول بصوت مبحوح دورك يا تميم. هذاك الوقت لازمني شعور خوف ويدي ثقيلة بصعوبة، قربتها لجيبي ومسكت الجوال ديالي وكتبت صافي يا شيخنا، تقدر تكمل. طاح التليفون من يدي بخدلان ومشيت لغرفة غروب وانا كنجري بخطواتي بتثاقل وتعب. جلست على الكرسي ومسكت يديها الباردة، بقيت كنبكي بانكسار. غروب انا جيت نقول لك خصك تدينينا لي بالشكر، لانني ضحيت في راسي علشانك، وغادي نعيش حياة ديال الموت من بعدك. مرت 10 دقائق وانا شاد على يديها بخوف، والف شعور يتصادم بداخلي بدون اي ردة فعل. فجأة بقات الخدوج تتكاثر على الجلد ديالها، والدم كل تانية يطلع من فمها بشكل مخيف. قربت لها وحضنتها وانا كنصرخ رحموها الله يخليكم، رحموها خليوها تموت مرتاحة، ما توجعوهاش الله يخليكم، ما توجعوهاش حتى موتها، ما تخليوهاش تموت متعذبة، خليوها تموت هانية. قربوا الأطباء وعلى الملامح ديالهم الخوف أخذوها من حضني وسحبوني للخارج الغرفة، وبقوا كيحاولوا يوقفوا النزيف. قدرت نلمح تشنس الجسد ديالها قدامي، لمحت آخر نفس لها بهات الحياة كتغادرها. مر وقت بسيط والصمت لازم الغرفة بعد ما الأجهزة أعلنت رحيل روح غروب. انهيار الأهل ديالها حولي وصوت البكاء وضجيج انتشر بالممر الطويل. حسيت بطنين مزعج ما كيسمعوش غيري، والصورة صارت
ماشي واضحة. فقدت توازني واختفى كل شيء في الظلام. فقت وحيد في غرفة بيضاء. قمت من مكاني وانا كندور على الدكتور. بديت كنسألو على الغرفة غروب. شاف فيا الدكتور بعد ما عقد حواجبه وقال: سيدي المريضة توفات امس. خاب ظني من جديد. كنت كنظن ان للحظة انني في حلم عشت ولا اكثر، لكن للأسف انا في واقع المر من جديد. كنت باغي نسأله لكن ترددت انني نتكلم معاه عن الطفل، وسبقني هو وقال: اما بالنسبة للطفل اكتشفناه كان مختفي. اللي خلانا ننصدم اكثر انا كانت في الشهر التاسع، ومع ذلك ما كانش في اي شيء كيدل على كلامنا. كرشها ما كانتش منتفخة نهائيا، وما كانش حتى شي حاجة كتدل على كلامنا، لا انتفاخ ولا جنين حتى. اعتقدت ان احد الممرضات فهم التحليل غلط او تشتات في الملفات للمريضات. اسمعني يا سيدي، راه تقدر تشرح لك الدكتورة اللي كانت ماسكة حالتها، غير هكذا ما نقدرش نفيدك باي شيء. حط يده على كتفي وقال: عظم الله اجركم من جديد. من بعد اسبوع مشيت لقبرة، قربت لترابة وغمضت عيني بحزن وقلت لها: أحتضن حزن عيني وتلاشت أدراج الرياح مشاعري بعد الوداع. تشي حاجة ما غادي تجيب النفع، والعتاب وترميم من جديد، ولا حتى الابتسامة اللي ما بقاتش كتزورني. كنذكر إحساس الأمان بين طلوعك كيجتاحني، وطالما كنت باحتياج صوتك كنحتاج نسمعه في كل وقت وكل ثانية وكل دقيقة. فقدت التفاصيل الجميلة معك، فقدت كل شيء. أنا إنسان بدون هوية وبدون روح وبدون لا شيء، إنسان حي ميت. حل الغروب في عالمي وأعلن شروقه نهايته للأبد، لكن لا بأس، في الجنة غادي نلتقى فيها ونعيش أيامنا الناقصة من جديد. كان معكم حماد القرشي. كنشكركم على الاستماع ديالكم لهذه القصة، وانا بدوري حاس باللي طولت بزاف انني باش ننزل لكم قصص بحكم ظروف صحية، ومع ذلك انني انتظرت انني تعافى بالكامل باش نروي لكم ونقدم لكم قصص وتليق بكم، ولكن حسيت انني غادي نطول وقررت انني ننزل هذه القصة مع ان الصوت ديالي كان تعبان. كنطلب منكم الاعتذار ودولي بالشفاء، ونلتقوا في قصص قادمة إن شاء الله. واللي عنده قصة واقعية أو من نهج الخيال ممكن أنه يتواصل معي. شكرا شكرا بزاف على تعليقاتكم الإيجابية لي، وأحبكم في الله. كان معكم حماد القرشي، إلى اللقاء وفي